اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم حياتنا. النهارده حلقه جديده من برنامج حياتنا. برنامج حياتنا الهدف منه هو توصيل رساله للناس. الهدف من البرنامج ايضا حل مشاكل الناس. معاكم داليا المسلمي، مدربه تنميه بشريه. انا بحب اتحاور مع الناس واحل مشاكلهم عموما، وده شغلتي كلايف كوتش. النهارده موضوع الحلقه موضوع جميل قوي هتكلم فيه، ويا ريت تتواصلوا معايا على التليفونات الموجوده قدامكم في الشاشه. موضوع عن الرضا والسلام الداخلي. ايه هو الرضا؟ ازاي تكون انسان راضي؟ ازاي تحقق الرضا على الارض؟ قبل ما اقول لكم ايه هو الرضا، لازم نعرف حاجه مهمه. ايه هو الانسان؟ يعني ايه انسان؟ الانسان هو عباره عن جزء مادي، ربنا خلقه عباره عن جزء مادي وجسد مادي يعني، ونفس مشحونه روح. النفس دي داخل الجسد المادي، ربنا خلقها داخل الجسد المادي، ده جزء طاقي مش بيبان، مش بنشوفه. كل شغلي في التنمية البشرية على الجزء الداخلي وليس الجزء الخارجي. انسى الجسد خالص. اما اجي اقول لك الرضا يعني تكون راضي داخليا من جوه، مش ليه دعوه بره. ربنا لما يجي يحاسبنا يحاسبنا على النفس، هيحاسب النفس مش هيحاسب الجسد، هيحاسب النفس هي اللي هتطلع لربنا. زي ما قال في آية القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني الإنسان الراضي هو اللي بيكون في الجنة، هو بوابة جنة الأرض. إزاي تكون راضي؟ إزاي توصل لمرحلة الرضا؟ إزاي توصل لمرحلة السعادة على الأرض؟ هو دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. طيب احنا عموما الناس لما بيمروا بمشاكل، بيمروا بتجارب، بيبقوا مش راضيين او بيبقوا ناقمين، بيحصل لهم بيجي لهم افكار سلبيه، طاقات سلبيه بتخليهم مش راضيين بحالهم. طب ليه السبب في كده؟ ان هم بيسيطر عليهم فكره سلبيه معينه هي السبب انها بتخلي الانسان مش راضي. الفكره السلبيه دي جايه منين؟ الافكار السلبيه هي الموجوده في القران عندنا في كل الكتب السماويه اللي هي الشيطان. فانت تحاول تسيطر على الفكره السلبيه دي. يعني حصل لك مشكله، حد توفى عندك، حصل لك اي حاجه، ده بيؤدي ان انت بتبقى مش راضي. طب ليه؟ ما انا ابقى راضي ومسلم امري لله ايا كانت المشكله. اعرف كده ان الحياه عباره عن لعبه، عباره عن جيمز. احنا يعني قاعدين في لعبه. اللعبه دي هي مراحل، مرحله اولى، مرحله تانية، كل مرحله تبقى اصعب من المرحله اللي قبلها. زي ربنا بيخليك كده ايه في تجربه، كل ما يديك تجربة معينة صعبة بتخش التجربة الأصعب. هي كده جيمز، وفي الآخر ربنا بيقول لنا جيم أوفر. هي دي الدنيا. فأنت كل لو قدرت توصل إلى مرحلة الرضا التام كده، أنت وصلت إلى بوابة الجنة على الأرض. وطبعا لما يجي إنسان مثلا يقولي أنا الحمد لله راضي، ويلاقيه من جوه في حرب داخلية، يبقى هو كده مش راضي. في قصة صغيرة كده عايز أحكيها لكم عن الرضا. كان في واحدة فقيرة غلبانة يعني، لها ابن كده في إعدادية. الست دي كانت بتشتغل شغل كده بسيط، وكانت راضية والحمد لله، كانت راضية بكل حاجة، راضية بحياتها، راضية بابنها، وهي كانت أرملة أساسا يعني. البيت اللي كانت عايشة فيه كان عبارة عن بيت عبارة عن جدران بس ملوش سقف. فالقصة دي هبين لكم فيها حاجات، نقاط معينة يعني احنا ممكن نستنتجها من القصة دي. كان في يوم من الايام الست دي كان في مطر شديد قوي قوي، فهي طبعا ما عندهاش سقف، فحصل طيور رهيبه وهي قاعده هي وابنها في البيت. فجالها فكره انها تاخد الباب بتاع البيت وتغطي ابنها او تبقى سقف عشان المطر مش يغرقهم، وهي قاعده هي وحاضنه ابنها تحت الباب ده كجدار يعني او كسقف. ابنها قال لها كلمه غريبه قوي، قال لها يا ماما طب الناس الفقراء يعملوا ايه لو ما عندهمش الباب الخشب ده؟ يعني شوف ابنها كان حاسس بالغنى، برغم ان هم ناس غلابه، بس ابنها كان مش عارف يعني ايه، يعني ايه عارف اللي هو غني، ان هو لقى السقف ده اللي بيغطيه من المطر. هو كده، هو ده الرضا، انت ترضى باقل حاجه، اقل حاجه معاك ترضى بيها ايا كانت، تحمد ربنا عليها، تشكر ربنا عن كل حاجه. ربنا في القران بيقول لنا لئن شكرتم لازيدنكم، يعني الشكر بيزود. كل ما تشكر ربنا تقول شكرا لله، مش الحمد، انا بقول شكرا لله عشان ازود اللي انا اللي عندي. كل ما تشكر كل ما الحاجه تزيد عندك، فهو ده الرضا. كل ما تشكر الحاجات القليله اللي معاك ربنا بيزودها بعد كده. الرضا تاني حاجه عايزه اقول لكم ايه هي. ربنا خلقنا ليه اصلا في الارض؟ برضو دي نقطه مهمه لازم تكونوا عارفينها.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه هي العبادة؟ برضو لازم نكون عارفينها، عشان كل ده هيوصلنا للمراحل المهمة اللي أنا عايزة أوصلكم لها، اللي هي الرضا وبالتالي السلام الداخلي. العبادة إيه هي؟ العبادة إنك تكون عبد رباني. يعني إيه عبد رباني؟ طبعا إحنا بنعمل طقوس العبادة اللي هي البنزين بتاع العبادة. إيه هي بنزين العبادة؟ الصلاة والصوم، ده البنزين اللي بيخلينا نعبد ربنا صح. نعبد ربنا صح إزاي؟ إزاي نبقى عبد رباني؟ الله كريم، أنت كريم على الأرض، بتحقق الكرم على الأرض. الله عدل، بتحقق العدل على الأرض. الله حق، مفيش حاجة اسمها كذب. أصلا الإنسان اللي بيكذب، طبعا المجتمع المصري دلوقتي أو أي مجتمع دلوقتي، معظم يعني معظم الكلام دلوقتي يقولك أنا بهزر، أنا معرفش إيه، ده كذب. يكون إنسان بيكذب مثلا أو بينصب على الناس ويقول أنا بهزر، لأ ده مش هزار، ده اسمه كذب، عند ربنا اسمه كذب. فربنا حق، يبقى أنت تبقى حق. مش تعمل لي يعني إيه، حتى في جهاز اسمه جهاز كشف الكذب، يعني معنى ذلك إن أنت لو كذبت أو بمعنى أصح هزرت زي ما بتقول، في بيحصل خلل أصلا في الأجهزة جوه. يعني ربنا خلقنا، ده كمان في علم الطاقة، يعني ربنا خلقنا عموما كل حاجة بنظام، كل حاجة في جسمنا دقيقة. ده حتى كتر الكذب الناس بتكذب كتير وبتنافق وبتنصب، بيجي لهم الكانسر اللي بيجي للناس ده بسبب ده، حاجات في علم الطاقة، عشان أنا دارسة طاقة، الحاجات دي بتأثر عليهم. يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي بتأثر على الجسم الإنسان وبتجيب أمراض كتير جدا احنا يعني مش حاسين بيها. فعشان كده الكتب السماوية بعتبرها دستور الحياة. اما اجي اطبق كل حاجة موجودة في الكتاب السماوي، ده دستور على الأرض، فدي حاجة مهمة جدا. فبتكلم دلوقتي عن العبادة. يبقى العبادة ان انا اطبق الموجود في القرآن، اللي اطبق الموجود في الكتاب السماوي، قرآن انجيل توراة كل الكتب السماوية. الله حق، يبقى اطبق الحق. الله عدل، اطبق زي ما قلنا كده بالظبط. الله مثلا، كل ما تقدر تطبق اكتر عدد من اسماء الله الحسنى على الارض، كده بقيت عبد رباني، كده انت بتعمل العبادة صح زي ما ربنا امرنا. بس فموضوع بسيط، فمجرد انك يحصل كونكشن بينك وبين ربنا او اتصال بينك وبين ربنا، هتعرف تعمل العباده صح، وهتلاقي ربنا نور بصيرتك للصح، وهتلاقي اي مشكله بتعدي بسلام، لان انت عارف ان خلاص الدنيا يعني ايه مش مستاهله، هي جيمز ولعبه وخلاص، ناخد الحياه ببساطه، من يعني ايه مش نكبر المشاكل، ما نركزش مع المشاكل، هو دي الاساس. طيب السلام الداخلي يعني ايه سلام؟ السلام عكس الحرب. انت جواك في حرب، العكس بتاعها السلام. ازاي اوصل لمرحلة السلام؟ في تمرين كده عايز اقوله عن السلام الداخلي عشان اوضح لكم يعني ايه سلام داخلي. انت معاك قلم زي ده مثلا، هات قلم معاك كده، امسك القلم ده تك عليه جامد كده، خلي كل عضلاتك قافلة على القلم جامد. انت حاسس بايه؟ جامد قوي كده. انت حاسس بايه؟ حاسس ان عضلاتك كده كلها فيها زي حاله حرب، في شد، يعني ايه العضلات كده شد على بعض جامد، مش مرتاح، في حاجه مش مظبوطه. طيب نسيب بقى القلم كده، وصلت للراحه. هو ده السلام اللي انا قصدي عليه، السلام الداخلي جوه نفسك. بيبقى فيه جوه النفس، لما يحصل لك موقف او يحصل مشكله، بيبقى في حاله حرب جوه، بيبقى انت ماسك في حاله من الضغطه من جوه. لا انا عايزاك تبقى فريلاكس عادي، اكن مفيش اي حاجه في اي مشكله تقابلك او اي موقف. طب ايه هي معوقات السلام الداخلي؟ احنا ليه ما بنوصلش لمرحله السلام الداخلي؟ السلام والرضا هم دول الجنه الحقيقيه. عارف الناس اللي هي في الطراوه، بيقول لك في الطراوه مش في دماغها حاجه، هو دول الناس اللي واصلين لمرحله السلام، وهو ده الصح على فكره. انت لما تكبر دماغك، يعني مش تكبر دماغك بمعنى انك تكبر دماغك ومش تهتم، لا انت بتكبر دماغك وبتسعى للتطوير على طول باستمرار، بس ما تركزش مع حد، ما تركزش مع المشاكل. كل ما توصل لمرحلة السلام الداخلي دي، كل ما الأفكار والإلهامات الإيجابية، الأفكار الإيجابية والإلهامات بتجيلك أكتر. يعني وكمان بيجيلك طرق لتحقيق المشاريع وتحقيق البيزنس، بيجيلك حاجات جميلة جدا، بتبقى أنت عارف اللي هو نور، إنسان كده ماشي قدامه نور. هو دي مرحلة السلام الداخلي لو وصلنا لها. المرحلة دي لازم نتدرب فيها، يعني حاول كده في اليوم بتقول انا هقعد ساعة او ساعتين في سلام داخلي، هقعد ساعة ريلاكس مش هتأثر بأي موقف. طيب ايه هي معوقات السلام الداخلي؟ اول حاجة من معوقات السلام الداخلي
الغضب. الغضب ده بيحصل ليه؟ ايه سبب الغضب؟ تعرضت لموقف، ايا كان هذا الموقف، تعرضت لمشكلة. الغضب ان انت بتتحمل مسؤولية الاخرين مش مسؤولية نفسك، برغم ان ربنا امرنا في القرآن ان انت تركز في نفسك مالكش دعوة بالاخر، لكن لا، انت بتتحمل مسؤولية الاخرين. واحد مثلا عصبك، واحد ضايقك، فانت جالك فكرة سلبية فغضبت، فوصلت لمرحلة في حرب. يعني ما وصلتش للسلام، ده مفيش سلام كده، انت في حالة حرب. الحرب ده بالتالي بيجيب امراض، بيجيب حاجات مش كويسة لجسمك. طيب انا اعمل ايه يا ربي عشان ايه ما وصلش للمرحلة دي اصلا؟ وربنا برضو قال لنا في القرآن على فكرة برضو نعمل ايه. كل حاجة موجودة على فكرة في الكتب السماوية، بس احنا اللي مش بناخد بالنا. يعني حتى ربنا قال ان المتقين اللي هم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، دول المتقين. عارف يعني ايه كاظم الغيظ؟ مش ان انا اكتم الانفعال، كتم الانفعال مش هو كاظم الغيظ. كاظم الغيظ ان انت اصلا تسيطر على الفكرة السلبية قبل ما تدخل دماغك. واحد عمل لك مشكله، الفكره اصلا ما تخشش الدماغ، كده انت جزمت غيظك. لكن لو كتمت الانفعال، يعني دخلت الفكره وفي نار جوه، لا دي مصيبه بقى، دي اسمها اللي هو دي مشكله، ده يعني تعمل لك مشكله ويعمل لك امراض ويعمل لك القولون ويعمل لك الضغط ويعمل لك كل حاجه وحشه. فانا عايزه اوصل للقاظمين، القاظمين الغيظ اللي هو ما اساسا الفكره ما تجيش دماغي اساسا. واحد غلط فيا خلاص، هو غلط، انا مالي؟ ما ربنا هيحاسبه، انا مالي اساسا اتاثر بيه ليه؟ لا، انا خليني في سلام، خليني بارد، ماليش دعوه بحد، انا مركز مع نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني ايه؟ يعني انا بركز في نفسي، ماليش دعوه باللي ضل. واحد غلط، طب انا مالي بيه؟ ما ربنا اللي هيحاسبه، انا ركز معاه ليه اساسا؟ طيب تمام، ده بالنسبه للسلام الداخلي، ان هو اللي هو انا اركز على نفسي ما ركزش مع الاخر. هقول لكم الغضب زي ايه، هقول لكم مثال جميل قوي. ان انت بتتحمل واحد يعني ايه مسؤولية الاخر، مركز مع الاخر قوي مش مركز مع نفسك خالص، فكده انت في حرب. بالظبط برضو من معوقات السلام، غير ان قلنا الغضب، برضو من معوقات السلام عدم الصفح وعدم التسامح، دي برضو من معوقات السلام. يعني انا ماشي في الشارع في امان الله، واحد راح رماني مثلا، ده مثال، رماني بطين او رماني بحاجة مش كويسة، وانا ماشي بقى بالطين كده في الشارع فرحان بالطين، طب المفروض اروح اخد شاور او اروح اخد دش يعني عشان اغسل نفسي، صح؟ هو ده بالظبط عدم التسامح. يعني ايه؟ يعني انا ناس بتقول انا ما انساش الاسيه ابدا، ده انهم عايشين في حاله حرب، انا لا يمكن اسامحه ابدا، ده اني عايشه في حاله حرب، عمري ما اوصل للسلام الداخلي كده. طب يا ستي ما تسامحيه، روحي اغسلي الطينه اللي عليك اللي انت ماشي. لا، انا لا اغتسل من قاذورات الاخرين. يعني عارفه يعني ايه؟ انت ماشي بالطينه مش عايز تغتسل من قاذورات الاخرين. طب ليه مش تغتسل من قاذورات الاخرين؟ ما تسامحه وخلاص وخلصنا ونكبر دماغنا. ده التسامح، ده برضو من معوقات السلام الداخلي، عدم التسامح. لا، انا سامح واصفى وعادي اكن ما فيش اي حاجه. زي ايه بالظبط؟ مثلا ان انا يعني خلاص هو غلط، ربنا هيحاسبه، انا مالي بقى، مركز برضو في نفسي زي ما ربنا امر. دي كلها حاجات عايزه توصلني للسلام الداخلي عشان اقدر اعيش جنه الارض، عشان اقدر اتواقع، يبقى مش عايش بقى في جحيم. يعني معظم الناس بتعيش في مشاكل وفي جحيم وفي صراعات وفي امراض، طب ليه؟ ما كل ده بيأثر على صحتي اصلا في الاخر. فده من ضمن النقاط اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها. برضو موضوع الكونكشن، كل ما الكونكشن بينك وبين ربنا زي ايه؟ عارفين الموبايل؟ الموبايل مش انت بتعمل كونكشن الواي فاي للموبايل عشان تجيب الفيس وتجيب اليوتيوب وتجيب كده؟ اهو الانسان كده بالظبط، لازم يبقى في كونكشن بينه وبين ربنا. الانسان عامل زي الموبايل، كل ما حصل كونكشن بينك وبين ربنا، كل ما يعني في نور على وجهك، سيماهم على وجوههم، وربنا بينور طريقك للصح، بيعرفك كل حاجه. ده لو في اتصال حقيقي بينك وبين ربنا. الاتصال هو الصله القويه بينك وبين ربنا في كل خطواتك. فدي حاجه مهمه جدا انا حبيت اوضحها. في قصه برضو معايا عايزه اقولها، قصه الملك. كان في مره ملك قاعد مع الوزير بتاعه، المهم كان بيتمشى في جنينه، وهو بيتمشى حصل له مشكله، اتعور فصبعه اتقطع، فنزل دم كتير قوي. فالوزير من الناس المتدينه قوي اللي هي ماشيه مع ربنا، لو فيها بينها وبين ربنا كونكشن عالي، فكان كل شويه يقول له خير خير خير، اللهم اجعله خير،
فالملك اتضايق، ايه خير دي؟ هو كل ما يحصل لي حاجه يقول لي خير، هو في ايه بالظبط؟ فقال له عموما هو خير. فالملك اتضايق جدا منه، ازاي الملك عمال ينزف دم وده يقول له خير، ان شاء الله خير. فراح الملك امر بحبس الوزير. فما امر بحبس الوزير، المهم الملك وهو كان ماشي في يوم من الايام بعد ما الوزير اتحبس، طبعا ما عادش معاه وزير، بقى ماشي لوحده. فهو ماشي دخل مكان كده بيتنزه كل يوم، دخل مكان غابة كده يعني بعيد، لقى فيها اهلها بيعبدوا الاصنام. فقال الملك استغرب، ايه الناس اللي بتعبد الاصنام دي، حاجه غريبه. المهم الناس كانوا بيدوروا في اليوم ده سبحان الله على قربان يقدموه للاصنام، فلقوا الملك، قعدوا يدوروا ويبحثوا، راحوا قابضين على الملك ده، لقوا راجل غريب جاي ما يعرفوهوش، راحوا قابضين عليه واخدينه عشان يقدموه قربان لمين، للاصنام. فالمهم هم خدوه خلاص وهيبداوا بقى القربان ده يعني هيقتلوه عشان يقدموه للاله. فهم هيبداوا بقى يقدموه للاله، لقوا صبا مقطوع. لما لقوا صبا مقطوع قالوا لا ده ما ينفعش قربان للاله، احنا كده مش هناخده. فسبحان الله الوزير اما قال له ما صبعك اتقطع ده خير، فعلا كان خير. ليه؟ خير للملك، وكان هو ما يعرفش. هو فعلا كده، اي مشكله بتحصل للانسان ممكن تبقى خير ليه، بس انت ما تعرفش الحكمه من كده ايه. ربنا وحده اللي اعلم بالمشكله، وربنا وحده اللي اعلم بالحكمه دي. بعد كده الملك راح فرح جدا ان هم عفوا عنه وسابوه، فراح طلع الوزير من السجن، قال له انا بشكرك جدا ان انت ما قلت لي خير، ده فعلا كان خير ليا، لولا صبعي اللي اتقطع ده كنت زماني دلوقتي مقتول وقتلوني وقدموني للاله. فالوزير اما طلع من السجن قال له شفت مش انا قلت لك خير؟ وحتى الوزير اما دخل السجن قال خير ان شاء الله. فقال له انت كنت اما دخلت السجن قلت خير برضو ليه؟ انا مستغرب ان انت قلت خير. قال له لان انا لو بره السجن دلوقتي كنت جيت معاك في الغابه دي، لان هو كان بيمشي معاه على طول، وكانوا هم اللي قدموني قربان للاله لان انا صبعي مش مقطوع، فكانت خير برضو لانه دخل السجن. فاعرفوا ان اي حاجه في الدنيا، اي مشكله في الدنيا، اعرف ان وراها خير ليك انت. وراها خير طبعا اكيد، وراها تجربه، وراها تعلم. المشكله دي اي حاجه بتحصل لنا بنتعلم منها، اي تجربه بنمر بيها اكيد احنا بنتعلم منها حاجات كتير. انا حبيت اوضح بعض الحاجات، وعايزه الناس تتواصل معايا وتحاورني في حاجات ويشوفوا وجهات النظر. اي مشكله عندك قولها لي، انا ممكن احل اساعدك في حل المشكلات. الو الو، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا مجاهد، اتفضلي. احنا ممكن نطبق موضوع السلام الداخلي والرضا ده ما بين الازواج في البيوت برضو؟ طبعا طبعا. طيب انا مش قادره ان انا اطبق الموضوع ده، لو ممكن مثلا حضرتك تقولي لي 1 2 3 كده ممكن. بالنسبه لايه يا فندم؟ يعني بالنسبه لزوج حضرتك، زوج حضرتك مثلا في مشكله مع زوج حضرتك او مع الاولاد؟ هي المشاكل ما بتنتهيش عموما. اكيد يعني اكيد كل البيوت فيها مشاكل، صح يا فندم؟ اتفضلي. لكن نفس الاسلوب. بصي يا فندم هقول لك حاجه، انت ما تركزيش مع زوجك ولا تركزي مع الاولاد اساسا. يعني ايه؟ يعني عارفه انت قرري كده النهارده انا هعيش في سلام داخلي، هعيش في ريلاكس، مهما قال لي جوزي من اي حاجه اكنه ما بيتكلمش، لكن مش هقول لك انه يعني قال لك حاجه تضايقك او تزعلك اكنه ما بيتكلمش. مثلا هو شتمك مثلا او قال لفظ خارج، خلاص مش تغذيف، مش تخلي الشيطان يخليه لك فكره في دماغك. ما ممكن يقول لك لفظ مش كويس، فالشيطان بيروح داخل في الحته دي ويقول لك لا ازاي يقول لك كده، ازاي الايجو بقى يشتغل. حاجه اسمها الايجو، في حاجة عندنا في علم النفس اسمها الايجو، يشتغل بقى ويقول ازاي هو قال لك الكلام ده. لا مفيش حاجة اسمها كده. أنا قررت إن أنا أعيش في سلام، يبقى هعيش في سلام. يعني إيه سلام؟ يعني أطنش وأكبر دماغ. مش في مثل بيقول لك طنش تعش تنتعش؟ هو ده السلام الداخلي، إنك تطنش. بسيط جدا الموضوع بس عايز تدريب. يعني مثلا إحنا هنقول مثلا ندرب، مثلا نقول نقعد ساعتين في اليوم سلام. أنا هتدرب كل يوم ساعتين سلام، وقرري كده بوعي، لازم يبقى عندك وعي للموضوع ده. هقعد بكره ساعه، بعده ساعتين، بعده 3 ساعات، لمده اسبوع، 7 ايام، تتدربي ازاي تعيشي السلام. هتلاقي بالتدريج العقل اللاواعي عندك تدرب انه يعيش السلام الداخلي. هي دي بس، يعني هو الموضوع كله تدريب، لكن الموضوع سهل وبسيط جدا. برضو مشاكل الاولاد، ابني غلط ماشي، هو انا احرق نفسي وادمر نفسي عشان ابني غلط؟ ما يتفلق ابني، بالذات لو كبير. ده احنا عندنا قصه في القران، يعني سبحان الله القران ده والله يعني
فعلا دستور حياة، قصة يعني حتى قصة الأنبياء كلها عشان نتعلم منها. قصة ابن سيدنا نوح، ابن سيدنا نوح قال لابنه يا ابني تعالى خش السفينة عشان هنغرق، الدنيا هتغرق، لازم تدخل السفينة دلوقتي. ما رضيش، ما سمعش كلام ابنه، ايه اموت نفسي؟ مع انه ما سمع الكلام، ما يتفلق. حتى ربنا قال له خلاص سيبه يتفلق، وفعلا سابه وغرق ومات ابنه. طب ايه المشكله يا جماعه؟ ما هو احنا المشكله مكبرين الموضوع. هو الموضوع اسهل من كده، لو تدبرنا ايات القران وشفنا كل قصه في القران هنعرف الصح ايه، وهنمشي في سلام وهنعيش الجنه على الارض. لكن احنا مش كده، احنا عايشين في الدنيا قوي، متمسكين بها قوي، وهي اختبار في الاخر، وفي الاخر هتنتهي. يعني الدنيا مش انت تسعى وتطور من نفسك وتجتهد زي ما ربنا قال، امرنا بتزكية النفس، يعني زكوا انفسكم، طوروا من نفسكم، اسعوا اوكي لكن مش تهتم بيها قوي. هو في الاخر ربنا هيحاسبك على اللي انت عملته في الدنيا. ايه الرساله بتاعتك في الدنيا؟ انا عارفه ان ربنا خلقني عشان انا ليا رساله على الارض لازم احققها، ايا كان هذه الرساله. لكن ان انت اتخلقت عشان تقعد تتجوز وتربي الاولاد، دي مش رساله. ماشي، تربيه الاولاد دي حاجه جميله طبعا، انت تربي اولادك وتطلعهم حاجه كويسه، دي حاجه جميله، بس مش دي الرساله الاساسيه بتاعتك. الناس دلوقتي انحظت ان دي الرساله الاساسيه. لا، طب ما القطه عندها اولاد، هي دي رسالتها؟ يعني انا زي القطه يعني ولا انا مش فاهم؟ لا، دي حاجه جانبيه مش هي الاساسيه. الاساسيه ان انت مثلا طبق اسماء الله الحسنى في الارض ايا كانت، اعمل خير في الارض، الاعمال الصالحه دي رساله ربنا برضو بيختبرنا فيها يعني. فاحنا نحاول كده، يعني ايه انا عايزه اقول ايه، نحاول نعمل ان نطبق رساله على الارض، نحاول نجتهد في الاعمال الصالحه، في الصدقات، في الحاجات اللي هي ترضي ربنا ايا كانت هذه الحاجات، والحاجات دي برضو هتوصلنا بعد كده للسلام والرضا. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، بعد العوده من الفاصل هنكمل كلامنا عن السلام الداخلي. بس قبل ما اكمل الكلام عايزه اقول لكم الفرق بين العفو والصفح. عندنا في القران حاجه اسمها العفو وحاجه اسمها الصفح، ايه الفرق بينهم؟ العفو ان انسان لو عمل لك مثلا مشكله او عمل لك حاجه مش كويسه انت بتعفو عنه. يعني ايه بعفو عنه؟ هو مش بسامحه، بتسامحه اوكي بس مش هتكلمه. انت سامحت الانسان ده وقعد في حالك، مش هتكلمه او مش هتتعامل معاه تاني، هو ده العفو ربنا ذكره في القران. طب الصفح بقى يعني ايه؟ الصفح ده اعلى درجات، اللي هو بقى ببدا صفحه جديده، بفتح صفحه جديده كده واكن مفيش اي حاجه، عمل لي مشكله عادي، كان مفيش اي حاجه وبكلمه عادي وبتعامل معاه عادي، هو ده الصفح. طبعا الصفح ده مرحله عاليه قوي، مش اي حد يوصل لها، اللي بقى ما يتدرب، اللي ما يوصل اول لمرحله العفو، وبعد كده بعد كده بالتدريج بيوصل لمرحله الصفح. ده بتيجي بالتدريج. كنا بنتكلم عن الكاظمين الغيظ، وقلنا ان احنا ما بنكتمش الانفعال، واتكلمنا ازاي نوصل لمرحله السلام الداخلي. بس السلام ده كده كده هو عايز تدريب بس، مش اكتر ولا اقل. طيب هقول حاجه في الخاتمه كده عشان الوقت جري بسرعه. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، يا رب لك الحمد ولك الشكر، انك انت الله مصدر السلام. بالحب التقينا، بالحب نفترق. الى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج حياتنا.